اللي هو نفس السياسه هذه من ناحيه. وتالي ما خصناش ننسى انه في التاريخ كله ديال هذا النظام المخزني المغربي انه في كل لحظه كان كينتفض الشعب في 65 او 81 او 90 او 94 كلها الى انتفاضه ديال 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 20 فبراير ومن بعد الحراك ديال النبيل انه الدوله ما كانش كتضخ ما كانش كتضخ وكانت كتختار ما تسميه هي اصلاحا ان شاف واحد النوع ديال دور الدوله بالاضافه الى نوع واحد النوع من الخصوصه لصالح رافيريزم ديال المخزن والنظام النيو باتريمونيالي المحيط الذي يستفيد من المياه ومن الاراضي والذي يعزز النظام المخزني والنظام المخزني في المقابل يعزز بالمقابل الحركه التقدميه والديمقراطيه في البلاد غاديه فاشله وزادت فشلا عندما تخلى جانب كبير من هذه الحركه التقدميه عن استقلاليته واصبح يسخر المؤسسات ديال الدوله لصالح مصالحه الخاصه والامتيازات والتقاعدات والريح وهذا الشيء اللي وصلنا الى ما وصلنا عليه. اذا ملي جات حركه 20 فبراير ما لقاتناش السلام عندنا المشروع وما عندناش الشعب اليساري او التقدمي الديمقراطي اللي قادر وهذا الشيء مازال مستمر لان ملي كنشوفوا حراك الريف كنقولوا راه ذو شجعان مستمرين ولكن فينا هي القوه الشعبيه الواسعه اللي تضامنا معاه الناس ما تضامنش كل واحد ما تضامن يضمن ما تضامن حتى مع راسه وهذا الشيء راجع لتراجع الوعي تراجع الثقافه السياسيه في بلادنا تراجع الشعور بالمسؤوليه الفرديه قبل ان تكون مسؤوليه جماعيه وهذا الشيء فين تخلفنا حنا كاحزاب لان الدور ديالنا كاحزاب ولا كنقابه جاده ولا كجمعيات حقوقيه ولا نسائيه في المجتمع المدني تخلينا على الدور التقطيري لم نعد مدرسه ما بقيناش ديك المدرسه اللي كتكون الاجيال اللي هما غير تيسمعونا نطلقنا ويهبوا وراءنا ليحملوا معنا الشر. هذا الشيء هو اللي جعلنا اليوم اننا نعيش في بؤس سياسي مبين واللي الدوله تهددنا وكتقول لك كاين غير جوج كاين هذاك اللي عاد سمعت جديد وكاين التيارات الاسلامويه اللي سمعتها والبارح وهما وجهان لعمله واحده وحنا بين المطرقة والسندان ما قدرناش نبرزوا المشروع ديالنا التغييري للانتقال الديمقراطي الابدي الدائم والذي سيدوم اذا لم ننهض واذا لم نستطيع ان نخلق ميزان قوى جديد ضاغط ماشي غير تندبوا الهبل لا خاصك تكون عندك الاستمراريه ويكون موراك الشعب والشعب اليوم انتم عارفينه يعاني من ظلم مركب وتيمشي راه النساء يعني تفقوا تحت الاقدام باش ياخذوا واحد الخنشه فيها شويه ديال الدقيق كتشوفوا الشباب 45% من الشباب في المدن عاطل وكيخرجوا لسوق الشغل او العطاله كل سنه ما بين 200,000 و 250,000 وهذه الدوله هذه كل شيء ليها ما كتقدر تصنع الا 35,000 منصب شغل و 14,000 منصب كيمشيو للتقاعد وما كتخلفهمش. اذا نحن امام نظام مستبد بالسلطه السياسيه واليوم زاد يعني ربط السلطه السياسيه بالسلطه الاقتصاديه اضافه الى السلطه الدينيه واليوم احنا عندنا واحد التكنوقراط اللي كيتبعهم الجشع ولا يعرفون معنى للمصلحه العامه وهما اللي تتحكموا في رقاب الدوله سياسيا واقتصاديا وعلى كل مناحي وفي يعني الوضع بالنسبه للمساله هذه المستوى ديال الوعي ديال الشعب احنا كيسار خصنا نطلقوا الثورة الثقافية اللي هي أساس إعادة نهضتنا ومازال ما قدرناش كيفاش نديروها وخلينا الساحة الفارغة لواحد التكفيريين واحد الردة لا تتصور ديال البؤس وديال الجهل الديني والجهل المؤسس ديال المدرسة اللي تيتحالفوا علينا حنايا واللي تيشيطنونا وتيكفروا المجتمع واللي هما اليوم اللي رابطين الخيوط ومتغلغلين في المجتمع يعني وحنا فقدنا الصله مع هذا المجتمع تقطع ذاك الصله ومع النخبه اللي كانت دائما كتساند المشروع التنويري الحداثي احنا باقيين في ما قبل الحداثه يعني هذوك الناس اللي كيفكروا وهنا تهما منفصلين علينا تهما في واحد القاعه انتظار منهم من ينتظر يعني التوزير ربما وكثير منهم تهما اصيب بالاحباط وحنا كنقولوا لا النهضه احنا خصنا نقبطوا ونجمعوا يعني حنت في التجميع القوي كاين ماشي التجميع العددي
يعني التجميع حول مشروع قابل للتنفيذ بشقيه السياسي والفكري والميداني. احنا مازال نراوح مكاننا وحنا كنفكروا، ما خصناش نفكروا بزاف، خصنا نفكروا مزيان وبسرعه باش يمكن لنا اننا نتقدم كبديل لنوقف هذا من حتى رجعي وهذه الازمه المركبه يعني المتشعبه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.